باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. يا سيدي يسوع المسيح، ها أنا منطرح على قدميك، أطلب منك غفران ذنوبي التي أبكي عليها متوجعا من كل قلبي، لأني بها أهنتك أن تصلح غير المتناهي، وأقصد أن لا أعود إليها أبدا، وأن أحبك فوق كل شيء، وتعويضاً عن ديوني لعدلك الإلهي أقدم لك ممارسة درب الصليب، متحداً بالروح بمسيرك المؤلم في طريق الجلجلة، وفاءً عن خطاياي فاقبل مني هذه الممارسة، واجعلني أربح الغفرانات لمنفعتي وإفادة النفوس المطهرية. ارحمنا يا رب، الأولى لنتأمل يسوع محكوما عليه بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أين عهدك؟
بوجعي التي الثانية لنتأمل يسوع حاملا صليبه وصاعدا جبل الجلجلة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. Oh,
المرحلة الثالثة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الأولى. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصتنا.
المرحلة الرابعة لنتأمل يسوع ملتقياً بأمه الحزينة. نسجد لك أيها المسيح ونباركك. المرحلة الخامسة لنتأمل سمعان القيرواني معينا يسوع على حمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس.
المرحلة السادسة لنتأمل فيرونيكا القديسة ماسحة وجه يسوع بمنديل. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم.
المرحلة السابعة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الثانية. نسجد لك أيها المسيح ونباركه لأنك بصليبك المقدس خلصت الثامنة لنتأمل يسوع معزياً
بنات أورشليم. نجد لك يا المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. المرحلة التاسعة لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الثالثة.
نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت المرحلة العاشرة لنتأمل يسوع معرّم ثيابه مسقياً خلاً ومراراً. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت thank you.
المرحلة الحادية عشرة لنتأمل يسوع مسمراً على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصتنا. ارحمنا يا
المرحلة الثانية عشرة لنتأمل يسوع مائتاً على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم.
المرحلة الثالثة عشرة لنتأمل يسوع منزلاً عن الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أنا
المرحلة الرابعة عشرة لنتأمل يسوع موضوعا في القبر. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. حزينة تقول
نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. صلي لأجلنا وأرضة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين. لنصلي. نسألك يا رب أن تنظر إلى عشيرتك هذه التي من أجلها لم يتردد ربنا يسوع المسيح أن يسلم إلى أيدي الأشرار وأن يحتمل عذاب الصليب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من نزل من السماء من حضن الآب إلى الأرض وهرق دمه الثمين لمغفرة الخطايا، نسألك متضرعين أن تؤهلنا لأن نسمع يوم الدين ونحن عن يمينك: تعالوا يا مباركون. أيها الرب يسوع المسيح، لتشفع فينا لدى حنوك الآن وفي ساعة موتنا أمك المغبوطة مريم العذراء التي جاز في نفسها حين آلامك سيف الحزن. أنت الذي تحيا وتملك إلها إلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وكل الآن وإلى دهر الداهرين. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما، وذكر آلامه المقدسة وقوتها تستقر في قلوبكم، ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع أعدائكم. باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. على الصفحة 136
باسمي وباسمكم جميعا أريد أن أهنئ وأشكر المرنمة ميرفة الأشقر. ونهنئ كل إنسان سخر عطايا الله لخدمة الله، كما أشكر فضائية نور سات ممثلة بمديرتها السيدة باسمة السمعان. تحت ستر حمايتك نلتجي إليك يا ولد الله القديسة، فلا تغفلي عن طلباتنا عند حياجاتنا، لكن من جميع المخاطر على الدوام والعذراء المجيدة المباركة صلي لأجلنا نحو والدة الله القديسة.